ضمن دمسكو لليوم وبخبز وملح بالذات قررت أنا أعمل التحدي وقررت أنه أنا اللي أعمل الطبخة لليوم. رح أنزل على السوق وشوف قديش أسعار الأغراض ومبلش بطبختنا. وطبختنا الأولى حتكون طباخ روحه وحده برغل بشعيرية. فلنشوف رح أقدر أكسب أنا التحدي هالمرة ولا لا. خليكم معي. هاي 4000 ليرة صارت معي جاهزة ورح بلش بجيب أغراض طبختي لليوم اللي هي الطباخ روحه. مثل ما حكينا رح نجيب باذنجان، كوسة، بصل، بندوريا. إذا في برغل رح أخذ برغل، ما في برغل رح وصل لنا السوبر ماركت. وطبعا في عنا توم والنعناع اليابس، ممكن يكون في بالبيت أو ممكن لاقيهم فممكن أخذ. ما لا رح أخذ هال 4000 حطهم مع المصور وبلش بتنقية أغراضي. تفضل. طبعا البندورة رح حاول اخذها شوي طريه لانه للطبخ كرمال تتقشر بسرعه وتستوي كمان بسرعه، فرح ناخذها طريه. و678 معناتها مو بس وفرنا وكتير. باقي حنجيب البرغل وحنجيب اللحمه وبلاقيكم بالمطبخ. كالعادة بننزل دائما على المؤسسات السورية للتجارة لحتى نجيب الأغراض بطريقة أرخص وبسعر أرخص ويكفي الطبخة. حاليا جبنا اللحمة من عند المؤسسة السورية للتجارة وكمان جبنا وقية دهنة، فجبنا نص كيلو لحمة ناعمة غنم وجبنا كمان وقية دهنة كرمال الأكل لأنه بتحتاج لدسم، هيك بالعادة بيعملوها. فما بعرف فيها بكسب تحديها لا، بالعادة أنا بعمل المسابقات معاهم أو التحديات معاهم فبلاقي الموضوع سهل، أما هلأ لا والله الموضوع بيلبك طلع ما طلع سهل. طب يلا لكم هلأ حنبلش نقطع الخضرة ونبلش نقطع البندورة ونبلش نقلي غراضنا ونبدأ سوا. هلأ مثل ما قلنا لكم اللحمة قطعنا البصلات حنحطهم مع الدهنة واللحمة. هلأ عم نقلي الدهنة أول شيء بعدين حنسقط عليها اللحمة وبعدين نسقط معها البصلة. ماشي فخليكم معنا. يعني لا يمنع دا إيمان لما نقطع البصل إنه نحنا نبكي دموع لازم، فهلأ بيكون خرب الميك اب وخرب الوش وخلص لتعرف معاناة ستات البيوت. ما تكون كنت مفكر الموضوع سهل بس لا والله صعب صعب. بنقطع كل الخضرة على جنب كرمال لما بتبلش تدبل الأكلة والبصلة انسقت الخضرة، وبعد ما تستوي الخضرة بننزل البندورة ونتركها لتختمر منيح، وبعدين بنحط دبس الرمان ورشة النعناع والثوم المدقوق. هلا اول شيء نزلنا الكوسه، بعدين بس نهبلها شوي رح ننزل الباذنجان. بعد ما ننزل الباذنجان نتركهم شوي ليتدبلوا، بس شوي هيك ياخذوا ننطريوا ونزلوا ميتهم فينا نسقطهم فيهم البندوره ومنغطي لحتى تختمر الاكله تماما. وبهالاثناء لبين ما تختمر نحن حنحمص الشعيريه ونبلش نطبخ البرغل، فخليكم معنا خطوه بخطوه. هلا نحن عم نغسل البرغل، هو ما لازم ينغسل مش عم يفشفش، بس كونه نحن بدنا نحمصه فما في مشكله انه نحن نغسله بحيث اذا كان فيه شيء. هلا هو كيس بيجي اساسا منقى خالص فما في مشكله، بس لا يمنع كمان انه نحن نرجع نعمل برمه ثانيه اذا في لحصه في قشه في شيء شغله ننتبه له. هلا نحن حطينا السمنه بنحميها على الاخر على الاخر. هو طبعا هي الطريقه ما صحيه ولكن هي طيبه للصراحه لا ننكر، لهيك نحن بنحمي السمنه منيح بننزل الشعيرية عليها بعدين بنحمص البرغل منيح. بتختلف معايير البرغل قديش نحن لازم نحط له مي بحسب، اذا كان البرغل مشمس منيح يعني نشفان كثير
ولا ماله نشفان كتير. فلهيك انتو بحسب من عند مين جايبينه او شو نوع البرغل فيكن تتحكموا بهذا الشيء. وسطيا انا بمشي على الدواء، ما بمشي على موضوع كاسه ولا كاسه ونص، انا بمشي قديش لانه بحبها لسه عم دردر او ما انا مخبوصه. فكمان في عالم بتختلف بتقول لا بنغلي النصبه مثل ما بيعملوا الرز بعدين بيسقطوا البرغل، انا لا بحمص الشعيريه والبرغل سوا بعدين بحط المي. هلا الكوسه والباذنجان دبلوا منيح، فنحن صار فينا انه ننزل البندورات فيهم، رح نحركهم تحريكه وننزل البندوريات. هلا طبختنا صارت جاهزه، الطباخ روحه صارت جاهزه، فنحن صار لازم نسقط فيها الثوم، النعنع ودبس رمان، نتركها تقلب قلبه واحده بعدين فينا نسكبها. كذلك الامر البرغل استوى وهو محمص طعمته كثير طيبه، وضفنا له معلقه سمنه بلدي على الاخر كرمال تطلع هيك طعمته اتسم. فهلا رح نحط الثومات، رح نحط الثوم هناخد دبس رمان واخر شيء النعناع. كسبت التحدي لليوم الحمد لله، وفعلا كانت مهمة ما لا سهلة نهائيا، بس المهم اني قدرت انجزها. وعملنا الطباخ روحه، جبنا الكوسة، الباذنجان، البصل، اللحمة والبندورة، وكمان جبنا البرغل، وكانت اكلتنا كاملة مكملة والحمد لله. غراضة كتار وبتطعمي حوالي 4 أشخاص، بس بتوقع اذا بدنا لسه اكيلة كتير بتوقع بدهم برغل اكتر من هيك لسه. بس يعني فيني اقول اني كسبت التحدي اليوم. انا كتير انبسطت اني انا يعني اشتغلت شيء مو مثل العادة، فلهيك كل فترة وثانية حترجعوا تلاقوني بنفس الطلة عم بعمل خبز وملح انا. اما هلا رح نرجع لاستديوهات دامسكو ونقلكم تبقوا بكل الخير.